ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. النهارده احنا عاملين معاكم تحدي جامد جدا من بيني انا وتوته، تحدي الميه. وكسبان ليه 500 جنيه. بس قبل ما نبدا بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد نعمله. يلا بينا نبدا. طب بص بص، حطه مع الترابيزه، ولا معاكي ولا معايا. ازيكم يا جماعه؟ الاول يلا نبدا التحدي. التحدي عباره عن ايه بقى؟ ان في 5 مراحل للميه. اول مرحله بصوا، كوبايه صغنونه، وبعدين كوبايه اكبر، وبعدين اكبر، وبعدين ازازه كبيره، وبعدين ايه ازازه اكبر. والشاطر بقى اللي يوصل لاخر مرحله. يلا خليكم معايا. محدش عايز. دي اول جوله يا جماعه. اول ما اقول ابدا، كل واحد يمسك كوبايته الاول. دي الكوبايه الصغنونه خالص اهي. اول ما اقول ابدا اشوف مين اللي هتكسب اول جوله. واحد، ثانيه توتا. لا انا مش بشرب. اول ما اقول 1 2 3 ابدا تحاول انت تشرب. 1 2 3 ابدا. جنى اللي خلصت الاول. لا انا جاي احطها. لا بس هي اللي خلصت الاول كده، اول نقطه للجنة. يبقى كده 1-0 للجنة. ودلوقتي هنخش على الجوله الثانيه. يلا بص، دي كوباية أكبر من الجولة اللي فاتت. استني يا توتا متشربيش، ما تغصيش. ها، الجولة اللي فاتت يا جماعة، الجولة الأولى جنة هي كده لها نقطة. 1-0. هنبدأ الجولة التانية. 1 2 3. دي كوباية أكبر شوية. أنا برضو جنة اللي كسبت الجولة التانية. ايه يا توتا مالك النهارده؟ كل مره يا جماعه توتا هي اللي كانت بتكسب كل تحدي. توتا هي اللي بتكسب. يا جماعه احنا نسينا نقول العقاب. العقاب اللي هيكسب هيتحكم في التاني يوم كامل. مثلا يا ربنا اللي يكسب. مثلا لو جنة كسبت هتتحكم في توتا يوم كامل. لو توتا هي اللي كسبت هتتحكم في جنة يوم كامل. الجدعانه شويه توتا، عشان انت لحد دلوقتي انت الخسرانه. 2-0 لجنة. بتشفطهم ايه؟ بصوا، اول جوله كانت كوبايات الصغنونه خالص دي، عايزه اوريها لكم. كوبايات البيبي دي بتاعت القهوه. تاني جوله اللي هي دي دلوقتي. تالت جوله هناخد اللي هو الحجم الكبير ده. بس كوبايه الميه الكبيره، ما اشوف مين اللي هيفوز. خليكم معايا. يا جانا دي الجوله الثالثه. يلا يا توتا خد الكوبايات، محدش يخم ويشرب. استنوا اما اقول ابدا تبقى تبدا. دي الكوبايات الكبيره زي ما قلت لكم يا جماعه. يلا 1. لا الاثنين قد بعض. لا بدي وانا اشرب شويه. بصوا يا جماعه هعمل فاصل وهشرب شويه. حط يا توتا كده قد بعض. قد بعض اهو. قد بعض. اي ماشي. يلا استنى مش اشرب. 1 2 3. ها يلا يا جماعه، ترى مين اللي هيكسب في الجوله الثالثه؟ لحد دلوقتي 2-0. سموا كده وانتوا بتشربوا قولوا بسم الله. ما تبصلهاش، ما تشتغليش بيها. وريني كوبايتك اقلب كده. لا شاطرين، نرشب الميه عداوه على فكره. جنة اللي فازت. ايه يا توتا؟ انت لسه كده خسرانه 3-0. 3-0. ما تزعليش، ممكن تعوضيه. هتعوضيها ان شاء الله. هتجيب ايه؟ طب ماشي، مش هجيب البتاع. توتا يا جماعه راحت تجيب الشاليمو هتشرب بيه، يمكن يعمل معاها نتيجه ولا حاجه. بصي سابت الكوبايات وهتعمله في قلب الازاز. توتا يلا. بصوا يا جماعه، توتا جابت ايه؟ جابت الشاليمو عشان هتشرب بيه. طب كنت تجيبي في الكوبايات. الكوبايات كده خلصت يا جماعه. دي المرحله الرابعه. 3-0. بتقولي لنفسك ان ده عصير يعني. ماشي. دلوقتي دي المرحلة الرابعة. اتفضلوا. دي مرحلة صعبة شوية، يعني كل مرحلة بتبقى أصعب من اللي قبليه. يلا يا توتا، يلا يا جنة، افتحي الإزازة. أنا ثلاثة. بصي افتحوا الإزازة، وأول ما أقول ابدأ استني، محدش يشرب، محدش يشرب خالص. وأنت ست توتا على فكرة دي هتعطلك لأنها مش واصلة لتحت. أنا ممكن أعمل حاجة. إيه؟ ممكن أفضل. لا هو التحدي عشان هو في قلب إزازة. هو التحدي في قلب الإزازة. هخلصها. انا ممكن احطها. لا هو في قلب ازازته برضو، عشان الازازه برضو عامل. ممكن دي هتعطلك. شيليها. انا قلت لك انت حر. الشاليمو دي هتعطلك، لان بصي فيها ايه. بصي امسكيها، بس امسكي. بصي في قلبها ايه، مش مستويه يعني. هتحطها، مش هتدخل في الازازه. حته صغنون. براحتك، عايز تستخدميها براحتك. ماشي يلا استنى. ماشي اوكي. 3 2 1.
سموا، انتوا ما سميتوش على فكرة. كل ما تيجوا تشربوا سموا، لازم نسمي. لو سميتي كنت هتفوزي يا توت، عشان انت كل مرة مش بتسمي. ما نشوف مين اللي هيكسب، ما نشوف مين اللي هيكسب. جنة شاطرين شاطرين، برافو. ما تشغليش بيها، ما تبصيش في حاجتها. انت بتعملي لك كده؟ جنة يا جماعة عندها درس، المفروض ما كنتش عملت التحدي ده يا جنة. مش قادرة اكمل. مش قادرة تكملي ايه؟ الازازة؟ جنة قربت تفوز. يلا يا تودة، هتفوزي ب 500 جنيه بحالهم يا تودة. مش عايزة 500 جنيه. ايجابي. ها نشوف مين اللي خلاص. انت عايز جنة. جنة خلصت. جنة خلصت. ده ممكن ارسمه عليه. والله كده شاطرة يا بنتي يا جنة. رايحة فين يا جنة؟ رايحة فين؟ رايحة فين؟ جنة يا جماعة رايحة الحمام. لا مش هنعمل مقالة. لا مش هنعمل مقالة. لا مش واقفة يا دخل. يا جماعه التحدي اللي فات اللي هو الازازه، دلوقتي جنة برضو اللي فازت. لحد دلوقتي جنة هي اللي فايزه في المرحله الاولى والثانيه والثالثه، ودي كانت الرابعه. انت اكرم لك يا توتة تنسحبي، اكرم لك. انا هنسحب لان لحد دلوقتي كده يبقى انت الخسران. انت كده انت خسران. ايوه حتى لو كملتي برضو انت الخسران. اوكي كده انت خدتي اول نقطه جنة خدتها، تاني نقطة برضو جنة، التالتة جنة، الرابعة جنة. خلاص انت كده بقى يعتبر ايه؟ خمسة جنة. عايزة تكملي نكمل عادي. مش قادرة. هو فاضلش الا جولتين اتنين. غير كده اصلا انا هبقى خسرانة هخسرهم، لان اربعة عدوا اربع جولات وما تبقاش غير جولتين. ايوه يبقى كده يا جماعة فعلا زي ما توتا قالت اربع جولات جنة كسبتهم. انا خسرانة حتى لو شربتهم. ايوه حتى لو كسبتي الجولتين اللي فاضلين هتبقي برضو انت الايه؟ الخسرانة. ودلوقتي هنعلن الخسران توتا. جنة يا جماعة هي اللي فايزة وهتتحكم. اول مرة تكسب في تحدي. لا مش اول مرة. تاني مرة. ايوه انت كل مرة توتا كل مرة انت بتخسري وتوتا هي اللي بتكسب. خلصي الاول. ما تخلصي الاول هتعمل. خلصي. ماشي. على فكرة كده يا جماعة بقى. خلاص. ايه؟ خلاص خلاص التحدي كده خلص. لو كانت لو كان في مثلا تعادل او في حاجه كنا هنكمل بقيه الجولات. كان فاضل الازازه دي والازازه الكبيره دي. ما كسبتش ولا مره. توتا ما كسبتش في اي جوله من اللي فاتوا، فعشان كده جنة مبروك يا جنة هي الفايزه. مبروك مبروك مبروك. لا فازت ب 500. اهو عايزين على حاجه في ايس كريم كده ظبطين قلت لكم يا جماعه جنة هي اللي فازت اهي. مبروك يا جنة، هارد لك توتا. بصوا بقى يا جماعه العقاب، العقاب جنة هتتحكم في توتا يوم كامل. وهنصور لكم يا جماعه التحدي بكره. خليكم معانا بقى بكره ان شاء الله. جنة هتتحكم في توتا يوم كامل زي ما قلنا، يعني هتلبسها لبس اللي هي عايزاه. يعني ممكن تطلع لها حاجه قديمه تقولها البسيها، هتلبسها، هتاكلها حاجه هي مش ما بتحبهاش. فكري بقى في شويه حاجات كده شريره يا جنة. اعملي اكل انا بحبه. انا بكره بقى بالذات اعمل اكل ما بتحبوش عشان جنة اتحكم فيكم وخليكي تاكليه. مش هاكله بقى. هتاكليه؟ لا تاكليه. مش هاكله. فبس يلا يا جماعه التحديات الجايه تيجي تسعى على التحدي. انا زعلانه عليها طول عمري بعاقبها. ان شاء الله. وانت يا جنة عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول يا رب تكون